نعم، اليوم محاضرتنا كما قلت هي حل بعض الأسئلة ومراجعة بعض الثغرات اللي كانت في تقديم الفصل الثالث الخواص الموجية للجسيمات، أو توضيح بعض الأمور التي هي قد تكون خافية عليكم. على فكرة هذا مال تشابتر 2 أخذتوه كلكم الورقة، أنا وزعت ورقة تصحيح كلكم القاعدين، شايف في ناس تغيب ما أخذوا هاي الورقة. هذه في تصحيح للشكل وتصحيح جزئي للاشتقاق، بي سمول مكتوبة، هي المفروض بي كابتل بالمومنتم، مومنتم تبع الإلكترون. إيه، والشكل أهم شيء، الشكل الثيتا والفاي مقلوبات، يعني واحدة مكان الثانية. إيه، الفقرة الأولى اللي ردت أحكيها كمان بهذه المحاضرة من الاستكمالات كما قلنا، مبدأ اللادقة لهايزنبرغ. هذا كما قلنا في دلتا اكس دلتا بي لازم تكون greater or equal، على الاقل equal h bar over 2. لكن في علاقة ثانية ايضا اشتقها هايزنبرغ اللي هي الطاقة والزمن. استطاع هايزنبرغ ان يجد أن دلتا إي، أنه في علاقة ثانية في اللادقة، دلتا إي في دلتا تي لازم تكون أيضا greater than or equal h bar over 2. في مساق الكوانتم 1 راح تشتقوا هاي العلاقات، راح تشتق العلاقات، لأن هاي تجي بالفورير analysis وفورير integral، والربط ما بين المومنتم سبيس والكوردينيت سبيس هذا مش موضوعكم الآن يعني، بس أنت الآن تعرف هاي العلاقات فقط وتعرف معناها. لا يمكن قياس طاقة جسيم وزمن وجوده أو أي بروسيس، مش بس فز جسيم، يعني إلكترون ينتقل من مستوى N equal to 2 إلى N equal to 1، الدلتا E هاي مقدار من الطاقة راح يضخه الإلكترون يطلع على شكل فوتون، فلا يمكن قياس مقدار هذه الطاقة وزمن الترانزيشن مثلا بدقة لا متناهية وفي آن واحد بحسب هايزنبرغ، لا يمكن، إنما هنالك حد أدنى للمقدار الدقة في الطاقة مضروبة في مقدار الدقة اللادقة، عفوا اللادقة في الطاقة مضروب في اللادقة في الزمن، لازم يكون أكبر أو يساوي h bar على 2. هذا طبعا مثل هذه الطريقة، إذا كان عندنا دلتا E ممكن يكون لازم أكبر 2 على دلتا T وهكذا. يعني شو معناته هذه العلاقة الثانية مال الطاقة والزمن؟ ربما مضمونها الفيزيائي أكثر عجبا من مضمون البوزيشن والمومنتم، أكثر عمقا فيها هاي. لماذا؟ لأنه هاي العلاقة تقول لنا لا يمكن أن يوجد جسيم طاقته E لزمن T لا يعتبر فيزيائيا موجود، إلا إذا كان E في T الآن أكبر أو يساوي H bar على 2. أشيل الدلتا عاد، يعني اعتبر ان الجسيم كله طاقته هي دلتا وزمن وجوده كله دلتا، تي هو تي زمن، فلا يمكن ايجاد جسيم فيزيائي او اي حالة فيزيائية لها طاقة الا ان ينطبقها. طيب واحد يسأل يقول اذا كان ماذا لو كان اي في تي اقل من اتش بار على 2؟ أقل. عندئذ هذه
حالة لا فيزيائية، يعني بمعنى غير متحققة فيزيائيا، بمعنى غير قابلة للقياس. شو معنى لا فيزيائي وفيزيائي؟ كيف تميز الفيزيائي هو الذي يكون قابل للقياس؟ هاي كمان معلومة مهمة على فكرة بالكونسبت، قابل للقياس. فإذا كان أقل من اي في تي، أقل من اتش بار على 2، حالة لا فيزيائية لأنها غير قابلة للقياس. طيب شو يسموها؟ يعني هل هي موجودة؟ لاحظون، هل هي موجودة أم غير موجودة؟ موجودة أو حقيقية؟ نعم، ممكن أن توجد هيك شغلة، انه كمية من الطاقة اي مضروبة في زمن وجودها اقل من اتش بار على 2. اتش بار او اتش بار على 2 يعني مش كثير تفرق، يعني 10 قوة ناقص 34 يعني كل الاحوال. فكيف شو سميها؟ هذه تسمى هذه الحالات تسمى حالات مجازية أو افتراضية، بالإنجليزي virtual states. virtual states ليش virtual؟ لأنه غير قابلة أن تمسك تقبض عليها، تقبض عليها، غير قابل أن تقبض عليها. يعني افرض مثلا أنه أمامك هيك بالفراغ اللي أمامنا هون، أنا ممكن أن أتخيل لنفرض سمكة واحد وزن الواحدة صغيرة جدا، 1 غرام، بتخيلها، أتخيل وجود، أفترض وجودها. ليش؟ لأنه بدي أفترض لسبب ما، لسبب فيزيائي آخر قد يكون، لتأثير معين. هذه السمكة ممكن أن أفترض وجودها، بس لازم آخذ بنظر الاعتبار أنه زمن وجودها لازم يكون أقل من 6 و6 لا اتش بار، فلذلك 1.15 على كل 4 في 10 قوة ناقص 34 على ايش؟ 1 غرام، يعني 10 قوة ناقص 3 ام سي سكوير، 9 في 10 قوة 16، وايش الناتج؟ سكن. لازم هذه السمكة اللي وزنها صغيرة طب جدا، زمك زي نقول، فلازم يكون زمن تواجدها أقل من إشي 1/9، يعني في 10 قوة ناقص 13 زائد 13 سوري، و13 هناك، فصير 23 سكن. لازم توجد هذه السمكة لزمن مقداره 10 قوة ناقص 23. طيب إذا قعدت أكثر من هيك، مثلا 10 أضعاف هذا الرقم، عندئذ أقدر أمسكها، أقدر أقيسها فيزيائيا. هون زمنها، زمن وجودها تحت حاجز عدم اللادقة أو عدم التحديد أو اللا يقين، تحت، فلذلك تسمى فيرتشوال. طيب واحد يقول لي لو ايش انا افترض من اصله هذه الشغلة؟ اقول له مثلا عندك ظاهرة معينة، خلي اخذ مثال اخر، امامك على الطاولة هون في حبات من الحنطة قمح، زين، وانت
يعني بهذا المكان بتشوف انه فجأة حبات القمح كان 10 صاروا 9، بعدين صاروا 8، وبتسمع صوت اشي دق دق، يعني كأنه في طير دا يجي ويخطفها من امامك ويروح الحبة القمح. لا تتأكد شو تساوي، تسكر الباب مال القاعة والشبابيك، بتشوف ما فيش اشي، حبات القمح 8 ظلوا 8. ها طيب افتح لنا الشباك مرة ثانية والله، واستنى. بتفتح الشباك وتستنى، طق طق طق، صارت 6 7 6 5، في حدا بيجي، في طير معناته بيجي بوكلهن ويروح، مو هذا معناته، بس انت ما تشوفه نهائيا، بس بامكانك تفترض هيك فرضية. بس اعلم انه هيك طير لازم يكون زمن تواجده يساوي اتش بار على 2 في كتلة الطير اللي بدك اياه مضروب في سي سكوير، فبطلع زمن صغير جدا، لاحظ زمن صغير جدا بالماكروسكوبيك. طيب وين احتاج هاي حقيقة بالعالم الذري؟ احتاجها عندما ادرس نواة الذرة مثلا. نواة الذرة بعرف انه فيها بروتونات وفيها نيوترونات، وبدي افسر القوة النووية. ما شغلة ايضا للأسف في خريج خلص فيزياء وما يعرف هاي الفكرة، تقول له نواة الذرة كلها على بعضها كما سنرى 10^15 متر، فضاء ضئيل جدا، جواه بروتونات، والبروتونات شحنات متشابهة. طيب ليش ما تتمزق نواة الذرة؟ انه في قوة نووية. ما هي القوة النووية؟ هذا سؤالي اللي أسأله دائما للطلبة، ولم أجد في أي يعني حالة من الحالات أنه حدا يجاوبني. بقول له كيف؟ شو اللي بيصير؟ يقول لي والله ما أعرف، بس أعرف في قوة نووية أكثر شدة. هذا أحسن طالب، ويرجع يقول لي هي قوة قصيرة المدى، جدا قصيرة، يعني مش مثل القوة الجاذبية والكهرومغناطيسية تأثر مسافات بعيدة. قوة النووية قوة تأثر في المسافات القصيرة جدا، يعني 10^13 متر ـ 14 متر ـ بهالمسافات، وبعدين تصير صفر، بعدين ما تأثر. بس إذا مزقت النواة، إذا سحبت البروتونات عن بعضها والنيوترونات ما بشر. فأقول له كيف بده يصير العملية؟ العملية هون يعني اعتقد بدي اشرح لكم اياها، المفروض تشرح هي على فكره بحديثته، بس لم اجد حدا من الطلاب يعني ما اعرف حكالي تفسير. هو في حقيقه الامر اللي يصير القوة النووية هي عبارة عن تبادل جسيمات افتراضية أو مجازية. كيف؟ بيقول لك هذا البروتون أو هذا النيوترون وهذا البروتون. النيوترون بيطلع جسيم اسمه باي ماينس افتراضي، بيروح يركب على البروتون فيتحول البروتون إلى نيوترون، زين، ويرجع بعد شوي البروتون نفسه يرمي جسيم أيضا باي ماينس على ذاك البروتون، وهكذا. إذا كان عندك 3 بروتونات أو 4 نيوترونات وطبر، فالنيوترون إذا وجوده في الذرة مهم في نواة الذرة. بطلع فيرتشوال، وممكن يطلع فيرتشوال بارتيكل باي بلس وباي ماينس وباي زيرو. هذه شنو هاي؟ هاي جسيمات أثقل من الإلكترون وأوطأ من وأخف من البروتون، تسمى الميزونات، من هون إجا اسمها ميزونز، يعني الميزون يعني الوسط، فهي جسيمات وسيطة، وعادة تقوم بدور
الربط ما بين القوى الأجزاء النواة. عملية خروج الباي ميزون مشروطة بشرط ثاني، مش بس يتبادل من هيك السبب ليش شورت رينج. الشرط يقول لك انه لا يخرج الباي ماينس من البروتون من النيوترون حتى يكون البروتون قد استلمه. فلو انا وزميلكم بدنا نلعب كرة وشرطي انا معاه انه لا تخرج، لا يستلم الكرة هو حتى تخرج من يدي، ولا تخرج من يدي حتى يلمسها هو، ايش راح يصير؟ راح نقدر نلعب كرة انا وانت بيناتنا مترين؟ لا. شو راح يصير؟ لازم راح تتقرب مني، ولازم انا راح اتقرب، ولازم تتقرب مني، لازم اتقرب منك الى ان نعمل عملية التبادل. لازم تشد علي وانا اشد عليك، شايف؟ هذه هي ايش؟ عملية التبادل الجسيمات الافتراضية. على فكرة هي ما حدا مسك واحد من هذول البايونات مسك قبض عليه يعني وهو بتحرك بهال، لا هي افتراضية. فقالوا فيرتشوال لأنه في قوة نووية موجودة، مش موجودة، لازم تفسر لي اياها. السؤال يجي عاد لما يعني حتى تعرفون كيف نحن نكتشف العلم والمعرفة وكيف يتطور العلم في الفيزياء عقليا. افرض الفرضية وافرض جسيمات افتراضية عكيفك، بس جيب لي الحسابات صح، جيب لي القوة النووية تحسب لي اياها صح، ها مزبوط، تحسب لي مقدار الطاقة المفقودة في النواة من اجتماع البروتونات مع النيوترونات، عندئذ أخذ لك تعظيم سلام وأقول لك نظريتك صحيحة حتى وإن كانت هي نظرية غير قابلة للقبض على فلذلك مش بالفيزياء إحنا مو بالضرورة نشوف الأشياء أصلا. الإلكترون ما بنشوفه يعني، مين شاف إلكترون لوحده يعني؟ ما في إلا بآثاره. فنحن ننظر إلى الآثار ونكتشفها. القوة النووية مثال عليها، وهون أيضا مثال على كيف النظرية تصبح ذات قيمة حتى لو احتوت فروضات زين غير قابلة للتحقق المباشر المباشر، بس بدها التحقق غير مباشر. مثل ايش غير مباشر؟ انت من تفترض لي الفرضيات كما قلت احسب الحسابات مع القوة النووية، طلع لي النتائج مضبوط، طلع لي الانرجي سبيكترم مال النواة اللي عمال اشوفه بالتجربة. لما تطلع لي انت باعتمادا على هالفرضيات، ها انا بقول لك الان ايقنت انك صحيح. بعدين يجي شيء اخر، انه هاي الجسيمات ما فقط موجودة، ممكن تطلع احيانا خارج النواة، ممكن نقبض عليها برا النواة في تجارب اخرى. اذا قدرنا نكتشف هاي الجسيمات خارج النواة عندئذ نصير يقينية المسألة وناخذ عليها. عندي امتحان اوكي يا. فهذه هي اللي اخذ عليها يوكاوا الياباني في عام 1945 او 46 جائزة نوبل. الجسيمات الفرضية، وقالوا اكتشف الباي ميزون. هو اكتشف الباي ميزون بس ما شافه ولا قبض عليه أصلا، هو افترضه الحقيقة. فأرجو أن تتعلموا شيئا من هذا. بالمناسبة هذا نفسه يقول لنا ليش ما توجد، يجاوبنا على سؤال آخر محمد هادي وسليمان، لماذا لا نجد نواة ذرة تحتوي على بروتونين فقط؟ لو احتوت بروتونين فقط ما فيها الميكانيزم، لا توجد نواة ذرة أبدا، لا يمكن أن تكون نواة ذرة تحتوي بروتونين فقط. من تقول لي بروتونين أقول لك لازم بيناتهم واحد يعمل صلحة، لازم نيوترون، تحط لي نيوترون، ولو نيوترون واحد، حط لي نيوترون واحد، عندئذ بصير عندك بروتون
نيوترون عدد واحد شو صارت؟ صارت HE3. الهيليوم ثلاثة. ليش؟ عندئذ البروتون شو يسوي؟ يطلع الباي ماينس، يعطيه للنيوترون، سوري، يعطيه للبروتون، ها، والبروتون صار نيوترون، ويقلب هالشكل، والعملية مستمرة بشكل سريع جدا طبعا، بأجزاء ضئيلة من الثانية. فعندئذ تصير صلحة ما بين هالبروتون والبروتون، بقدروا يعيشوا مع بعض. بينما إذا ما في المصلح اللي هو النيوترون، بصير تنافر وتتمزق النواة، وإلا يطلع قانون كولومب غلط. شايف جمال الفيزياء؟ والبروتون يعطي موجب باي أحيانا، ويصير نيجاتيف إذا عنده طاقة عالية. إذا عنده هو طاقة عالية excited state، البروتون ينطيك باي بلس، يعطيها للنيوترون وترتفع عندئذ طاقة النيوترون. ولهذا احنا ما نتعامل بالمناسبة مع مكونات الذرة كمكونات ثابتة، هاي كمان معلومة، يعني معلومة، نواة الذرة لا نتعامل معها كمكونات ثابتة، إنما هي البروتون هو نيوترون والنيوترون هو بروتون. ساعة، مش ساعة، لحظة بروتون ولحظة هو نفسه صار نيوترون، وهو بروتون صار نيوترون والنيوترون صار بروتون. بس شو المجموع الكلي للبروتونات والنيوترونات في أي لحظة؟ ثابت، أي وحدة. ثانيا أنه هذا التغير سريع جدا، ولا تستطيع يعني في الحقيقة أن يعني، وقريب يعني next neighbor يسموه، الجار الأقرب، يعني المن يعطي النيوترون إذا كان قاعد بين بروتونين؟ لمين يعطي؟ يعطي للجار الأقرب، الأقربون أولى بالمعروف. شايف؟ بعدين مكونات النواة أيضا متحركة، مش ثابتة، متحركة، عملية هائلة داخل النواة، في وجسيمات أخرى طبعا. هاي نظرية يوكاوا، دا أنطيكم إياها بشكل مبسط، يعني يوكاوا ميزون ثيوري يسموه. هون يعني بصراحة يحضرني لعد، إذا ما هذا، خلي أنوح على المثال رقم 2 هون في صفحة 109 بالدوسية، يقول قبل اكتشاف النيوترون عام 32 أراد الفيزيائيون تفسير الفرق بين كتلة نواة الذرة وكتلة البروتونات التي فيها كما تظهر لهم من شحنتها. يعني من شحنة النواة هو عرف هذه النواة مثلا شحنتها زائد 5، إذا فيها 5 نيوترونات، 5 بروتونات، بها 5 بروتونات. طيب كتلة البروتون هي كذا، أضرب في 5 المفروض تطلع كتلة النواة. طلع لا، طلع فرق أن كتلة النواة أكبر من مجموع كتل الشحنات الموجبة التي فيها، بما يزيد على الضعف. الضعف الضعف، اسمعي، قبل النيوترون، ما عرفوا النيوترون، فافترضوا وجود بروتونات بعدد مضاعف. قالوا إذن ما في 5 بروتونات، في 10، لأن الكتلة تطلع 10 وزيادة شوي. بس قالوا وفي كمان 5 إلكترونات معاهم، فش يصير عندك؟ يصير عندك 10 بروتونات، جاية 5 بروتون، 5 إلكترونات بيناتهم قاعدة، صارت الشحنة الموجبة كم؟ 5 صفت، لأنه هذول تعادلوا، 5 إلكترونات عادلوا 5 بروتونات الزايدة، فصار هيك. يعني بمعنى صارت الذرة مؤلفة نواة الذرة من 10 بروتونات زائدا 5 إلكترونات. لكن سرعان ما انتبه الفيزيائيون على علاقة هايزنبرغ وكذا، بعض الفيزيائيين الشطار الذكياء قالوا هذا ما ممكن، لأنه لو كانت الشغلة هيك، بقرأ لكم كما مكتوب عندي،
مبدأ اللادقة أظهر لهم أن الإلكترونات لا يمكن أن توجد في نواة الذرة. السؤال كان: ما هو الحد الأدنى للطاقة الحركية إذا ما وجد الإلكترون في نواة الذرة؟ الطاقة الحركية، شايف؟ بمعنى أنا أحتاج المومنتم، بمعنى أنه أنا أعرف نواة الذرة بتيجي اثنين في نواة ذرة قطرها 10 قوة، هذا R 10^14 متر. افرض نواة ذرة قطرها هكذا فرضيا، يعني للتبسيط. فعندئذ نحسب الدلتا بي. الدلتا بي راح يكون H بار على 2 دلتا اكس. هذا راح احسبه دلتا اكس، هذا راح احسبه لنفرض باعتبار انه كله نصف قطر نواة الذرة هو كله هذا يسوي. فأحسب هذا، بطلع معي 1 × 10^-30 = 34، 2 × 10^-14، هيك بطلع الناتج 5 × 10^-21 كي جي متر بير سكند، يعني ام كي اس. هذا الدلتا بي. هسه هون على فكرة، هاي من أيضا الملاحظات والنكشات، النكشات اللي ما تجي على البال، إنه هذا المقدار من الطاقة ممكن يكون ريلاتيفستيك، من الزخم عفوا، يعني الجسيم ممكن تكون طاقته ريلاتيفستيك وممكن نان ريلاتيفستيك. شو أساوي؟ أعمل إيش؟ هذا إذا كان بي بهذا القدر، بي اللي هي بي يساوي دلتا بي هيك، او اوف اوردر، اوف اوردر اوف دلتا بي، ويساوي 5، فمعناته انه ممكن يكون ريلاتيفستيك وممكن يكون نان ريلاتيفستيك. ماذا افعل؟ اضرب كما قلنا مرات عديده سابقا في بي سي، هذا جزء من الامتحان الاول على فكره، اضرب في سي واشوف شو يطلع معي. إذا طلعت أكبر من طاقة كتلة السكون راح أعتبرها ريلاتيفستيك، مش بس أكبر، إذا كانت قريبة حتى عشر على فكرة بصير. إذا كانت أوف أوردر أوف، وتعرفون شو هو أوف أوردر أوف؟ أوف أوردر أوف يعني من عشر تلك الكمية فأكثر. فلو نحسبها بطلع معي 5 × 10، يعني في 10^-21 في 3 × 10^8، وهذا بطلع معي خلي أحوله للم اي في أيضا وكذا، يطلع 93.7 ام اي في. إذا أجي أحسب ام اي في، ايوه، لان ضربت في بي في سي، بي في سي يعني البي المومنتم، هو بالمناسبه هم كتذكير المومنتم كم مقداره؟ مقداره معناته 93.7 ام اي في اوفر سي. مش اخذنا هاي الوحده؟ بصير بصير تقول انه المومنتم هو عباره عن، للتذكير اكتب لكم اياها بس ولا ما احتاجها انا، ام اي في اوفر سي، لا تنسون هالوحده الجديده لانها جديده عليكم. طيب ماذا اجي احسب الـ بهالحاله؟ هذا نسبوي في هذه الحاله، فاجي احسب الاي سكوير يساوي بي سكوير سي سكوير بلس ام نوت سكوير سي تو ذا باور 4. ال M نوت C سكوير تبع البروتون، الالكترون، سوري الالكترون، تساوي كم؟ ما تعرفون؟ 511 كي في في، فهذا مقداره. زين، هذا ايش؟ M نوت C سكوير. اذا اعوضها على فكرة، لانه هون بدي اعوض بهذا القانون، فكم تطلع ال E؟ بالنتيجة تطلع معي الاي تقريبا 9
1.3 MeV. يعني تقريبا عشر زين. لكن الالكترون لا يتوفر على هذا القدر من الطاقة، لا يتوفر. إذن شو استنتج انه ما ممكن يكون الالكترونات في داخل نواة الذرة، لأن هذا أقل طاقة لازم يحتويها. ما عندنا هيك إلكترونات، ما عم تطلع عندنا إلكترونات لها طاقة تسعة. مو قلنا شنو الاكتشاف؟ الاكتشاف إنه شافوا إلكترونات، هو اللي هذا شجعهم إنه شافوا ما يسمى بالبيتا راديشن، إنه نواة الذرة بتطلع إشعاعات سالبة الشحنة، سموها البيتا راي. إذن معناته شو؟ معناته جوا نواة الذرة في إيش؟ في إلكترونات. هذا اللي شجعهم على تبني هاي الفكرة، لكن الحسابات بينت أنه في طريقة ثانية على فكرة بإمكانك تحسب يعني اللمدا كومتن مال الإلكترون. كما قلنا المحاضرة الماضية حكيناها كما ممكن تحسبها، فستجد أن يطلع كبير، الإلكترون أكبر من نواة الذرة، فما تقدر تحوي هيك نواة الذرة، لأنه كأنه تقول لي حط لي فيل في علبة كبريت، ما بيصير. هاي أخليها لكم أنتوا حسبوها، وإذا طلعت شكلها كور يعني راح تحطوا أنا 6 و6 في 10^-34، وهو نطلع الام نوت سي طلعها مال يروح شوف بالجداول، اشتغلوا شوية، حركوا نفسكم. هاي مسألة. إذا تطبيقات مبدأ عدم اللادقة كما قلنا هذا المثال عليه. المسألة الأخرى التي أردت أن أوضحها هي موضوع حيود الإلكترونات. حكينا عن الحيود، قلنا ببساطة هو أنه لما تسلط حزمة من الإلكترونات على بلورة، فالحصيلة أنه وراها تطلع عندك إيش؟ أهداب تداخل. بس ما حسبنا، ما أخذنا ولا مثال يعني عليه مثال. فأيضا في بالحقيقة مثال بالدوسية، في مثال فيما أذكر، ما أخذنا مثال، لكن ممكن نأخذ مثال بسيط جدا. القانون العام اللي يسمى قانون براغ أيضا، وهو 2D sin theta equal n lambda. في الحقيقة هو هذا القانون، شوف مرة أخرى كيف يحكم الفيزيائي على نظريته صائبة ولا مش صائبة. مرة ثانية يعني لما أجى براغ وافترض هذا القانون أو يعني حكوله ممكن يكون صح وممكن، بس خلينا نشوف، خلينا نعمل تجربة وناخذ مثلا بلورة هون وهذه حزمة إلكترونات، وهون إيش تيجي أهداب التداخل. هذا السنترال ماكسيمم، هذا الواحد n equal 1 n equal 2 وهكذا. طبعا هي توزع على جهتين، عندك سنترال ماكسيمم تعرفوها هاي موضوع الأهداف داخلي من 103 يمكن مساء. فأخذ n equal 2 شوف كم الزاوية بلعتها، هاي الزاوية، هاي الزاوية وجدها
65 درجة. At n equal to 1. الفيرست اوردر ماكسيما يسموه. فيرست ماكسيما. ماشي. سجلها. زين. ما هي مسافة الشقوق مال البلورة هاي؟ الدي. هي 0.01 ايش نانومتر ولا نانومتر؟ نقربها 0.091 سوري 0.09 كانت 1 نانومتر. ماشي كويس. كم راح يطلع هيك لمدة؟ لمدة 2D ساين، يعني بمعنى خليني رأسا مباشرة أعوض، فاثنين في 0.09 مكتوب هذا بالدوسية للعلم، في ساين 60 65 درجة. هذا المفروض يطلع لي مال الفيرست ماكسيمم لأن هون n equal to 1، فهذا طلع 1.65 نانومتر بالتجربة. طيب نجي نحسب نظريا، إذا كان هذا هو صح أنه الإلكترون حزمة الإلكترونات جاية موجات وطول الموجة هو لمدة حسب دي بروي، مش هيك؟ إذا شغل التداخل فمعناه مواج، فخليني أحسب لمدة equal h over p. أنا أعرف أن طاقة الإلكترونات هاي هون kinetic energy مال الإلكترونات تساوي بالتجربة 54 EV. فقال لك أوكي احسب لي الزخم هيك، 54 EV قليلة واضح طاقة، يعني فارنا ريتيفستيك، فبي راح تساوي جذر 2m في E كاينيتيك انرجي تحت الجذر، كاينيتيك انرجي تحت الجذر. هاي البي تطلع إذا نحسبها 4 في 10 قوة ناقص 24، 4 في 10 قوة ناقص 20 24 MKS بوحدات MKS. إذن أصبح البي معروف. إذن أقدر أوجد لمدة لو لا أقدر أوجد لمدة 6 و6 في 10 قوة ناقص 24 على 4 أسوري 34 على 4.0 في 10 قوة ناقص 24. واضح أنه هون راح يطلع 0.166 نانومتر، تطلع هيك. واضح أنه قريبة جدا جدا إلى المرتبة الثالثة بعد الفارزة يعني تقريبا. فإذا 0.166 اللمدة من الحسابات هاي هون اكتب من الحسابات، وهذه من التجربة. وهاي من ايش؟ من التجربة. شايف الفيزيائي دائما يروح على التجربة لكي يتأكد من صحة نظريته. إذا التجربة أكدت صحة نظريتك ها تصير نظريتك أكثر قبولا. الأرصاد الفلكية إذا أكدت صحة نظريتك، يعني أنت تتوقع شغلة، يعني مثال نظرية الانفجار العظيم ها لجورج جامو بالسنة 48، قاعد عمل هيك خطة وسيناريو وكذا وهذا، بعدين وصل قال هذا يفسر لماذا يوجد في الكون الهيدروجين بنسبة 76% والهيليوم بنسبة 24% تقريبا أو 23% وبقية العناصر كلها 1%. قالوا له والله كويس، بس يجوز أنت قاعد مزبط حالك بالحسابات هيك جبتها بحيث تطلع النتيجة تطلع، لأنه كانت معروفة أنه بال 48 انه النسبة التقريبية للهيدروجين في الكون كم؟ 76% والهيليوم تقريبا 24% 23 شيء
1% عناصر أخرى. بل يجوز أنت زبطت الشغلة يعني. قال إنهم ماشي، بس أنا عندي شغلة ثانية، إنه أنا أقول لكم درجة حرارة الكون بعيدا في أعماق الكون، في أعماق أعماق الكون، هي بحدود 5 درجة كلفن. بعدين ضبط حسابات وكذا طلعت 3 كلفن، 3 مطلقة. هي قالوا له كيف نقيس هاي؟ قال ما أدري عاد أنتوا دبروا حالكم. ظلوا من سنة 48 إلى 65 لما اكتشفوا أنه فعلا ما يسمى بالخلفية الكونية الميكروية، وعملوا الحسابات مال الأنتنة تمبريتشر وطلعت 3 دقري كلفن تقريبا. ها والله هاي من عجائب الفيزياء. لا مش حظ، من عجائب علم الفيزياء ودقة علم الفيزياء. هذا جورج جامو للعلم جاب علوم البارتيكل فيزيكس وعلوم الاستاتستيكال ميكانيكس وعلوم الجنرال ريلاتيفيتي وعلوم الثيرموداينامكس، ها كلها حطها بقدر واحد وطبخها وطلعت مع النتائج الرائعه هاي. يعني طلعت نظريه ما يسمى بعد ذلك او ما سمي بعد ذلك نظريه الانفجار العظيم البيج بانج. ولذلك على فكره انتم تستغربوا الفيزيائيين كثير متمسكين بنظريه الانفجار العظيم التقليدية، برغم أنها مش 100% صحيحة، فيها خزوب وثقوب وفيها فيها 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 نواقص. علم الفيزياء عمره ما يكمل على فكرة، بس أنت تعرف نفسك ماشي على الطريق الصحيح عندما تقول لك التجربة أن نتائجك صحيحة. بعدين تطلع مشاكل بنظريتك، طلع وليكن بصلحها بعدلها. مثل ما عدلوا نظرية الانفجار العظيم التقليدية، بس لا زال في خزوق. عدلوها بنظرية تسمى نظرية الايش التضخم الكوني، بس لا زال في خزوق. انا من الناس الذين عندهم نظرية ثانية بالحقيقة. انا اقول ما نحتاج التصور اللي قدمته نظرية الانفجار العظيم بالصورة يعني التقليدية، إنما اللي هي كل الكون، كل كتلة الكون والطاقة التي في الكون محصورة في شيء اسمه سينجولاريتي الفردنة، في كبسولة والكبسولة هيك انفجرت. أنا أقول لا، أنه يعني بحسب، مش بس أنا الحقيقة، في ناس ثانيين كمان يتبنون نفس الفكرة، بس هذا الحكي من قبل 40 سنة حكينا، ولكن لحد الآن ما عندنا دلائل إرصادية أنه نظريتنا أصح من نظرية الانفجار العظيم. شايف كيف؟ فنظريتنا تقول أن الكون خلق بكمية قليلة جدا من الطاقة من العدم بشكل virtual، هاي virtual states E في T less than H bar over 2. بعدين حدث إشي خارجي من قوة خارجية وإرادة خارجية عملت تحدب في الفضاء في الزمكان مفاجئ، وهذا التحدب أدى إلى خلق طاقة حقيقية، والطاقة الحقيقية بدأت تتنامى على حساب التحدب الزمكاني، وبدأ المكان والزمان، بدأ الزمان وبدأ المكان معه يتوسع. يعني بدأ الكون صغير جدا، وهذا نفس الشيء الانفجار العظيم كمان، بس نحن ما نقول زيرو بدأ من زيرو، بدأ من شيء نون زيرو وبعدين بدأ يتوسع، وكلما توسع الكون كلما قل التحدب. حتى الآن تقريبا تحدب الكون تقريبا صفر، يعني السبيشي اللي نحكي عنها مكانيا يعتبر الكون. فكلما توسع الكون قل التحدب، وكلما قل التحدب أصبح الكون أكثر تسطحا. وهاي نفسها الحسابات أو الأرصاد الخلفية الكونية الميكروية تؤكد ذلك، أن الكون في الحقيقة يمكن أن يكون في بداية ولادته محدبا ثم تسطح. هكذا تدل الأرصاد، ولذلك جاءوا بنظرية التضخم
قالوا صار تضخم مفاجئ في الكون، تحول بي من كون محدب يعني سطح كرة تقدر تقول للتقريب إلى فلات، إلى ورقة. طيب الآن في مثال آخر أريد أحكيه، وهذا هو اللي قلت لكم بحيلة شوية، هو مش حيلة، هي بقدر ما هي التفاتة. مثال: في عملية قياس لموقع بروتون وجدنا أن بإمكاننا تحديد موقعه لغاية زائد ناقص واحد في عشرة قوة ناقص 11. مثال واحد يعني الدلتا إكس صار إيش؟ واحد في عشرة قوة ناقص 11 متر. جد مقدار اللادقة في موقعه بعد ثانية واحدة، هي هاي شايف صار الزمن بالموضوع، بعد ثانية واحدة على افتراض أن سرعته أقل كثيرا من سرعة الضوء. يعني واضح أنه دا يقول لي بالسؤال أنه في أقل من سي، يعني دا يقصد لا نسبوي، حتى لا أدوخ بالحسابات النسبوية. طيب هنا أعطاني دلتا إكس نوت عن زمن تي إكول زيرو، يريد دلتا إكس. ما هو دلتا إكس؟ عن تي إكول ون سكند، بعد ثانية واحدة ون سكند. شايف ده؟ تشوف بالمناسبة، بالله تأملوا بهذا الرقم، شوف من عجائب الفيزياء، عشرة قوة ناقصة 11 متر، اشي رهيب يعني. يعني ها واحد بالعشرة انجستروم، واحد بالعشرة انجستروم. خلي نشوف بعد ثانية واحدة ما هو مقدار الدلتا اكس اذا كانت نان ريلاتيفستيك، اذا كان هذا الجسيم يمشي بطيء نسبيا. فهون دلتا بي راح تساوي ام دلتا في، فبدي احسب دلتا في. ليش؟ لان دلتا في راح اضربها بتي بعد شوي، فهي دلتا بي على ام، وهذه اذا ضربتها بدلتا في في تي راح تعطيني دلتا اكس. اذا هي اللي قلنا عنها لوفة بالسؤال هي بسيطة، انه مجرد انه ده يحكي لك بدلالة السرعة والمسافة، السرعة والزمن عفوا، لا يطلع المسافة، السرعة والزمن. اذا يعني مش هذيك الصعوبة، بس هي ما تجي على البال، لانه الواحد يظل قدامه دلتا اكس ودلتا بي ودلتا اكس ودلتا بي، وهو ما يقبل يحلل دلتا بي الى ام في دلتا بي، والدلتا في خلي يضربها بتي وهي اللي راح تجيب له الدلتا اكس. فاذا دلتا اكس راح تطلع بامكاني ان اكتبها، هاي دلتا في يساوي اتش بار اوفر 2 ام دلتا اكس نون، تمام. دلتا بي عوضتها بس ما عملت شيء كثير، فاصبح دلتا اكس راح تساوي h بار على 2m دلتا x نوت في t، لانه دلتا x هي دلتا v كما قلت في t. الان بس اعوض يمكن، زين. اول شيء لاحظوا على فكره انه الدلتا x لاحظ راح تزيد مع الزمن، تزيد ما راح تقل، راح تزيد تناسب طردي مباشر. خليني أحسب هذه راح تيجي واحد في عشرة قوة ناقص 30 أربعة في واحد سكن على اثنين في كتلة هذا البروتون 1.67 في عشرة قوة ناقص 27 على فكرة البروتون، وهذا واحد في عشرة قوة ناقص 11. فبالتالي هذه راح تيجي 3.15، هو هون المفاجأة، في عشرة قوة 3 متر تطلع كم؟
شوف مقدار اللادقة بعد ثانية واحدة 3 كيلومتر وزيادة ثانية واحدة 3 كيلومتر صار اللادقة يعني بدك تدور روح جيب لها البروتون بثلاثة كيلومتر مفروش على 3 كيلومتر هو بروتون هسه من هنا أنا أقدر أوجده بالتجارب بس هون شو كيف كيف أمسكه هذه الظاهرة تسمى بالمناسبة راح تقروها بالكوانتم ون إذا أنا قريته يسموها انتفاخ دالة الموجة الجسيمات اللانسبوية مثل هذا هاي الظاهرة على فكرة ما تفهم إلا بتمويج الجسيم لا تفهم لأن تخيل يعني هو إذا كان نقطة جسيم نقطوي وله كتلة معاي عوضنا الكتلة 1.67 في 10 قوة ناقص 27 عوضناه تخيلك شنو انه هاي الكتلة جاية طايرة بالهواء ها ومشيت لمدة ثانية واحدة لويش عدم الدقة يزداد بهالمقدار يعني ممكن يصير الضعف يصير 3 أضعاف يصير 10 أضعاف 100 ضعف روح أما يصير 3 كيلومتر بعد أن كان 10 أنجستروم الظاهرة لا تفسر بالطريقة التقليدية وإنما لما ترجع على تمويج الجسيم وهون بحكي لك كوانتم ون مهم كوانتم ون بالذات الشابترات الأولى مهمة جدا في هذا الصدد لأنه تبين لك أنه البروتون شو صار فيه انتفخ دالة الموجة مالته انتفخت وصارت 3 كيلومتر صار قطرها أو الدلتا إكس تبعها مالها 3 كيلومتر هذا السبب لما يكون relativistic لما يكون relativistic احنا ما أخذنا عليها مثال بس لو تاخذ relativistic بيصير عندك الدلتا إكس قريبة جدا من الدلتا إكس نوت فور relativistic ما حلينا المثال ما بدنا نحل مثال شوية صعب عليكم يعني شوي صعب دلتا إكس راح يساوي قريبا من دلتا إكس نوت لا تنتفخ دالة الموجة في حالة relativistic state في حالة relativistic state ما تنتفخ بالحسابات تطلع قريبة جدا ولهذا السبب في المعجلات والمسرعات مال الجسيمات لو كانت تنتفخ دالة الموجة لكان ما قدرنا نعمل مسرعات نووية للجسيمات يعني هذا السبب لماذا تكون طاقة الجسيمات في المسرعات النووية والتصادمات بين الجسيمات الأولية بسرعة عالية جدا لأن إذا ما عملتها بسرعة عالية جدا أصلا أنت ما تقدر تقيس شيء ولا تقدر تقيس أي شيء بالمناسبة يضيع الجسيم بعد جزء من الثانية يضيع لكن كون السرعة عالية مثل الـ LHC اللارج هادرون كولايدر سرعة البروتونات المتصادمة اللي تدور بالحلقة هاي كم 0.995C عالية جدا طاقتها البروتون الواحد 7 تيرا إيفي تيرا إلكترون فولت 2 بيم حزمتين 7×7 طاقة التصادم 14 تي إيفي وبالتالي تقدر تحافظ على حزمة البروتونات
ولولا أن تكون السرعة عالية ويكون relativistic بهالحالة، لأنه أكيد الترا relativistic بالحقيقة 0.995 c، فبالتالي تقدر فعليا أن تسيطر على البيم، وإلا لو كان السرعة أقل من هذا بكثير لا تستطيع السيطرة على البيم، لأنها البروتونات هي تصرف موجي وستنتفخ دالة الموجة. هذه من المعلومات اللي تفيدك إن شاء الله إذا أعطوكم، لأن بعض الحالات بعض الناس تترك الموضوع انتفاخ دالة الموجة، وبرأيي لا ينبغي تركه أبدا، لأنه يبين لك قصور الميكانيك الكوانتم في التعامل مع الحالات اللانسبوية، قصور في هنا، قصور في هون، مشكلة هاي شغلة الانتفاخ. بقت قضية أخيرة يعني سألني عليها أحد زملائكم حقيقة، وأنا ما شرحتها، هي موجودة بالدوسية على اعتبار أنه الشغلة سهلة، بس يبدو لا كمان هو حقه يعني، وهو موضوع أصل التوزيع الاحتمالي، لأنه هون لما حكينا بالمحاضرة الماضية بالذات إذا لاحظتم أنا ركزت على شغلة مهمة، وهي أن تمويج الجسيم وتحييز الموجة طلع لنا مفهوم كما قلنا دالة الموجة، اللي هي جت قبلها عبرنا عنها بإيش؟ بموجة الزمرة، ميزوا بياناتها بالمناسبة، اللي هي جروب ويف، وزمرة أو رزمة الأمواج ويف باكت. بعد ما تكونت هاي المفاهيم الفيزيائيين جابوا مفهوم آخر جديد شامل عام يعني شامل أكثر، سموه دالة الموجة wave function، واللي الحقيقة جاب هذا المفهوم هو إروين شرودنجر، وحط معادلة حركة لدالة الموجة، حط معادلة حركة لها سنأخذها بشابتر 5. فالسؤال اللي يظهر انه اذا كانت دالة الموجة والتصوير الجسيم التصوير الموجي للجسيمات يؤدي الى ان تصبح الظواهر الفيزيائية احتمالية جوازية، وليست حتمية. أنا دا أكتب هذا كله مرة أخرى لسبب التأكيد عليه، لأن هذا من المفاهيم الأساسية، أن تصبح احتمالية جوازية وليست حتمية ديترمينستيك، وليست حتمية، كلمة حتمية يعني ديترمينستيك. ف كيف هذا السؤال، كيف تتوزع الاحتمالات؟ ما هو القانون العام؟ هو الجواب القانون الخاص، لا أحد يعرف كيف تتوزع الاحتمالات، يعني كيف تحصل، I'm sorry، كيف تحصل، لا أحد يعلم متى يحصل هذا الاحتمال ومتى يحصل ذلك الاحتمال، فلا أحد يعلم كيف يعني متى تحصل الاحتمال، بس كيف تتوزع لا، هذا الفيزياء يعرفه. ما هو التوزيع؟ التوزيع في حالة عدم وجود مؤثرات خارجية إضافية، يعني عندما يكون لك نظام تحت إيدك، نظام
نورمال. أعيد الخاطر محمد، عندما يكون النظام نورمال فنقول توزيع الاحتمالات يتبع ما يسمى بالنورمال ديستريبيوشن. إيش معنى يكون النظام نورمال؟ يعني ما في تأثيرات خارجية، ما في إعاقات، ما في تسريعات، ما في تحريكات. طيب ما هو النورمال ديستريبيوشن؟ النورمال ديستريبيوشن إذا نزلت هسه على السوق واخذت مثلا أعمار الناس أشخاص، ها مثلا هون العدد والأعمار مثلا، فبتلاقي انه راح يطلع عندك شيء من هذا القبيل. هذا الوسط بغض النظر، هذا اكس سب زيرو نسميه، اللي هو المين او الافرج. هذا هو الموست بروبابل. الموست بروبابل يجيك، وبالكوانتم ميكانكس كتابي الكوانتم ميكانكس اللي هب يشوف، انا حطيت امثله عليه مثال واقعي، يعني تفاح وصندوق بكذا من التفاحات، عدد كذا من التفاحات، وزنها كذا وهذا كذا، نورمال ديستريبيوشن. لما تجيك اي شيء، طبعا هذا اعمار اوزان اطوال اي شيء، يعني هذه القيمه الوسطى، ما حواليها ايش؟ قيم مختلفة عنها. كلما كان العرض، هذا على فكرة هون يسموه الويت، هذا ويت، كل ما كان أكبر كل ما كان العينة مالك يعني أميل إلى العشوائية مو دقيقة. زين، لما تيجي تاخذ عينة كبيرة جدا كبيرة جدا، كلما زادت العينة كلما صورة الويث. هذه لها قانون بالإحصاء. الإحصاء حط لك هاي القيم كم تبعد عن السنتر، هاي القيم الجانبية على اليمين وعلى الشمال اللي هي ممكن نسميها يعني X1 X2 X3 X4، هذول القيم كم تبعد عن الإكس سب زيرو. فيها قانون، القانون هو يسموه قانون الستاندرد ديفيشن، الانحراف المعياري. وهذا القانون سيجما يساوي جذر واحد على ان سميشن واحد الى ان مال اكس اي ماينس اكس نوت وسكوير. هذا السيجما يسمى الانحراف المعياري. عرض عرض الويدث هون عند منتصف الارتفاع، هذا المنتصف، يعني هذا اذا كان واحد فهذا 0.5. العرض موجود بالكتاب طبعا مبين، يكون عادة 2.35 سيجما. وكرر الانحراف المعياري هو سيجما. عرض الكيرف بالنورمال ديستريبيوشن بعدم وجود تأثيرات شاذة أو خارجية يكون 2.3 سيجما. فلذلك هذا التوزيع يسموه غاوسيا على اسم غاوس ديستريبيوشن. الغاوسيان ديستريبيوشن هذا، والدالة ممكن أن نكتب صيغة عامة للفانكشن بالغاوسيان ديستريبيوشن، هي f of x يساوي واحد على سيجما في جذر 2 باي e to minus x minus x zero سكوير على 2 سيجما سكوير.
هذا قانون القاوسية اللي ما راح نشتقه طبعا ولا هذه، بس قانون موجود بالإحصاء وبإمكانك تستخدمه في مثل هذه الحالات. ومنه الـ F of X هون احتمالية إيجاد القيمة X في عملية قياس معينة. ما هي؟ تعطينا احتمالية إيجاد القيمة. فلذلك لا تنغشوا، في ناس تقول لك الكوانتم ميكانيكس لا ما يجعل انه ما يشترط وجود قوة غيبية تتحكم او غير فيزيائية تتحكم، لا يشترط، لانه قيمة الاحتمالية ايجاد القيمة اكس، قيمة الاحتمالية نعرفها، بس السؤال متى تحصل؟ الالكترون ممكن ان يطلع، اقصد يعني بالتحلل بالنشاط الاشعاعي، ممكن الذرة، نواة الذرة، خلي اكون اكثر دقة، تبعث لك جسيم الفا او جسيم بيتا الكترون، بس متى يطلع هذا الجسيم؟ ما حدا يعرف. ولذلك بالكوانتم ميكانكس ايضا راح تقرا عن قصه او عن مشكله اسمها قطه شرودنجر. هي هذه اللي خلت شرودنجر نفسه بزعل ويقول يا ريتني ما اشتغلت بالكوانتم ميكانكس. يعني حسب ما يروي هايزنبرغ، شوف هون F of X تنطيني قيمة الاحتمالية لتحصيل القيمة X، لكن لا تقول متى تحصل القيمة X. قطة شرودنجر قطة حطها بصندوق، والصندوق خلى بي قزازة فيها سم، أول مرة القزازة فيها سم، والسم هذا القزازة فوقيها شاكوش، الشاكوش مرتبط بسنسور يعتمد على مادة مشعة تنطلق منين؟ من نواة ذرة. فجاب ايش؟ جاب سامبل من راديو اكتيف ماتيريال ويحطه. متى تنطلق الأشعة؟ ما حدا يعرف. متى ما انطلقت راح تحرك المطرقة تضرب القزازة، والقزازة تنكسر ويطلع الغاز السام السيانيد والقطة تموت. فيقول لك اجي افتح الصندوق، انا قبل ما افتح الصندوق ما اعرف القطة ميتة اللي حية. انت يا فيزيائي يا تبع الكوانتم، يا كوانتمي يا حلو، قل لي انت ما هي حالة القطة كما يصفها ميكانيك الكوانتم تبعك؟ راح أقول له كم احتمالية إصدار 36%. خذي هيك رقم، لا تغني 50، مو 50، مو دائما، لا مش دائما نص ونص، 36%. وكم عدم الإطلاق؟ 64. يعني القطة ميتة 36% و 64% حية. لما تكتب معادلتها تكتبها هيك، القطة تساوي 36% live و64% dead مثلا، أو بالعكس تعتمد على يعني شو. واضح؟ كيف يقبل هذا شرودنجر؟ يقول هايزنبرغ زعل، فقال إذا هذا الحكي طلع صح أنا راح أكون نادم إنه حطوا اسمي بالكوانتم. طلع صح. نادم لأنه ما يقبل بهيج خلط، هو رياضيا صح، لأنه هو عقليته كلاسيكية، يبيض يسود، قولت يبيض يسود، ما يعجبه اللون الرمادي، ما يقبل superposition of states. هاي كلها بالكوانتم تاني ناخذها راح نحكي عنها. أشكر استماعكم للمحاضرة.